مشاهدينا الأعزاء، تعتبر آلام الظهر والعظام من الأمور المزعجة جدا والأكثر شيوعا بين الناس، وقد تختلف أسبابها وطرق الوقاية منها وعلاجها من شخص لآخر. وللحديث أكثر تفصيلا عن موضوع آلام الظهر، يسعدنا أن تكون معنا اليوم الدكتورة إسراء الدعيجي، رئيس قسم التوعية الصحية والبحوث والمعلومات في مركز الطب الرياضي والتوعية الصحية. صباح الورد وأهلا وسهلا فيك، مشرفتنا ومنورتنا التلفزيون الكويت. وصباح صباح الخير الكويت. صباح الورد ورود، وشكرا على الاستضافة. حياك الله. وإن شاء الله تكون المعلومة جديدة ومفيدة، ونوصل الحل الأمثل لمثل هالمعاناة اللي بدأت تكبر بالأرقام إحصائيا وبواقع الحال. طبعا ما يخفى عليك أكيد وعلى المشاهدين، وايد من الناس يعانون من آلام الظهر، سواء كانت آلام دائمة أو تظهر من وقت لآخر. نبي توضحين لنا أهم الأسباب الرئيسية لآلام الظهر عند الرجل والمرأة، اللي ممكن تبدأ من الصغر أو ممكن تبدأ أيضا يعني مع تقدم العمر، ما لها عمر معين. هذا صحيح، لأن إحنا إيش كثر نستخدم ظهرنا، صحيح، معناته إحنا إيش كثر نستخدم جسمنا. نعم. خلال اليوم ولأن الظهر هو أكبر جزء في الجسم. نعم. إذا نشوف تقسيمة الجسم نلقى أن الرأس، بعدين الجذع. نعم. اللي هو فيه الظهر والصدر والبطن. وبعدين نيجي للأطراف. فأكثر جزء إحنا فعلا نستخدمه هو الظهر. بس إيش كثر منا صغار وكبار. نعم. يعرف ظهره. شلون يعني يعرف ظهره؟ يعني إحنا نعرف أوتوماتيكلي إن هذا هو مكان الظهر. لو أسألك وين الظهر، تقولين كاهو، تأشري هنا. لما تسألين أحد وينه، يعرف هالجزء. لكن شنو هو تكوينه، شلون إحنا قاعد نستخدمه، شنو المعلومات اللي المفروض إحنا نفهمها في خلال يومنا وممارساتنا اليومية. نعم. تأثير الجاذبية، الملابس، أحيانا استخدام الأشياء الأكسسوريز. نعم. شنو الكرسي المناسب، إيش كثر نقعد، الوقت، المكان، تأثيرات. فالجميل أن إحنا ممكن نتكلم عن تفصيل الظهر، وأهم ما في الظهر هو العمود الفقري. أكيد. اللي هو حماية الحبل الشوكي. نعم. يمكن أغلبنا عندنا معلومات عامة، يعني ما نحب نتعمق فيها. صحيح. أو نتكلم فيها علمياً. نعم. كثر ما أن هي تكون معلومة تفيدنا. نعم. في تفادي الإصابة أو الوقاية من الإصابة، أو في حال الإصابة لا سمح الله. نعم. يكون في علاج. نعم. طبعاً في misunderstanding أو خوف من البعض أن يعني كل ألم بالظهر على طول يقولون ديسك. صحيح. فهذا شيء مو صحيح. لا، مو شرط أبداً. يكون لا صح. مو شرط. قد تكون عضلة، قد يكون. كان زين تشرحين يعني للمشاهدين هالأمر. صح، هو الأكثر شيوعا أن. نعم. كل ما صار في ألم. صح. معين بسيط أو كبير. الواحد يقول أخاف ديسك. أي. لان الاكثر شيوعا ممكن يكون ديسك، بس هم. نعم. ما عندهم معلومه، او الاغلبيه. عندهم عارفين شنو هو الديسك. نعم. طبعا، لكن اكيد ما درسوها في يعني باك جراوند علمي او طبي او كذا. مو مهم ان انا اعرف. هو الانزلاق الغضروفي. صح. احسنت. اي اي. نعم. الديسك نفسه. نعم. هو جزء موجود يعني تشريحيا وطبيعيا. نعم. عندنا كلنا ديسك. نعم. كلنا عندنا ديسك، لو نشوفه كلنا عندنا انزلاق غضروفي. لا، كلنا عندنا ديسك، والديسك هو جزء من العمود الفقري. نعم. يعني لما نشوف هذا ديسك وهذا ديسك، من الرقبة إلى آخر العمود الفقري، هذيلي ديسكات. شنو هو الديسك؟ شنو هو غضروف. غضروف يمر فيه، عشان سبحان الله يكون في ليونة للحبل الشوكي. نعم. الداخلي. اللي هو إذا احنا نقدر نشوفه هني. الحبل الشوكي هو عبارة عن حبل من الأعصاب. والأعصاب تطلع بين الفقرات. أي. اللي تحمي الحبل الشوكي. أوكي. طبعا عندنا احنا فقرات في الرقبه، وعندنا فقرات صدريه مختلفه التشريح. نعم. والشكل. نعم. سبحان الله. وبعدين عندنا فقرات القطنيه اللي هي الاكثر شيوعا في الام الظهر السفليه. نعم. بعدين الفقرات اللي ممكن تكون الساكرم اللي هي الحوضيه، اللي هي ممكن تكون مرتبطه بالحوض. اذا نشوف شنو هو الديسك. الديسك عندنا كلنا اصحاء واحيانا مصابين الى حد ما. نعم. لكن مو دائما يكون الهت او الاصابه دائما دايركتلي للديسك. شنو سببه؟ سببه ان يعني سبحان الله الحمايه. نعم. او الالم لتسي. نقول ان الالم ايه بالتوصيل. الاعصاب هي اللي تعطينا الاحساس بالالم.
حماية الأعصاب من رب العالمين تكون في العمود الفقري اللي هي العظام اللي احنا تكلمنا عنها. نعم. داخل العظام هذا احنا ما نشوفه ولا يمكن احيانا ما نحس فيه. الأعصاب يعني يصير ضغط على العصب صح؟ الأعصاب نحس فيها لما يألم، لكن أنا أقول العمود الفقري ما نحس فيه، نشوفه نشوفه بالصور نشوفه بالكتب، لكن إحنا ما نحس فيه حتى يمكن أحيانا ما نتخيله إلا إذا شفناه بإكس راي أو إم آر آي أو كذا، إذا مرينا في عملية الفحص. دار مدار العمود الفقري في شنو؟ في العضلات. نعم. العضلات في حال عدم مرونتها او انها ما نعرف شنو عضلات الظهر وشلون مرتبطه مع عضلات البطن. نعم. وشلون احنا قاعد نستخدم ظهرنا اذا احنا ما تعرفنا على ظهرنا، شلون احنا ممكن نستخدم ظهرنا خلال القعده، احنا شلون واحنا قاعدين طول اليوم في أو الديوانيه المشي. او في المكتب او احنا نمشي او بالسياره او حتى الحركات البسيطه الشيل الحط هذه ممكن تاذي يعني اذا واحد شال شغله او حطها لازم في طريقه معينه صحيح. احنا متفقين على ان الحديث يطول لو احنا بنتكلم عن نصائح وانا لا اؤمن بالنصيحه، انا اؤمن بالعلم، متى ما عرفنا قدرنا، متى ما عرفنا شنو المشكله اساسها قدرنا نحلها صح. اذا متى ما عرفنا قدرنا، انا اقصد انه ممكن احنا طبعا وان شاء الله في القادم من الفقرات كل خميس ان شاء الله من كل اسبوع راح احاول انا اشرح شنو هو الديسك فائدته. طبعا الديسك له فائده، هو مو موجود فقط ليصاب، هو اصلا يحافظ على المرونه والتوازن. الاهمال يؤذي صحيح طبعا. يعني ممكن الواحد يكون فيه عوار بسيط ما مع الاهمال والتقدم في العمر وغيره يتحول الى فعلا مشكله بالديسك. اكزاكتلي صح. هذه النقطه اللي نبي نركز عليها علشان المشاهدين يعني صح انه ما يهملون اي الم لو يكون بسيط لو يكون عابر عشان لا يتطور. بس هو نفس التوجيه لما انا اقول لما انا الحين عورني ظهري فتقولي لي اي بس لا تهملين، زين بس وجهيني انا شو ممكن اسوي؟ شنو سويت؟ اي يعني احنا ممكن نقول وايد ونقرا وايد والناس يعني ما تلقى الطريقه الصحيحه اللي تقول انزين عمليا قولوا لي انا شو اسوي عشان يخف العوار عشان اتعالج او علشان اتوجه للعلاج قبلها. فاذا هي ستيجز. طيب دكتورة اسراء يعني الوقايه خير من العلاج صح؟ شلون المراه او الرجل او حتى الاطفال ترى ممكن يصير بالانسان من هو في سن صغير يعني في ناس يصير فيهم ما يعرفون لما يكبرون بعدين يقولون لهم والله انتم من صغركم كان عندكم هالانزلاق الغضروفي صحيح قد يكون من طيحه من حركه. شلون الواحد يقي نفسه من يعني المراحل المتاخره اللي ممكن تؤدي الى العمليات او غيرها؟ هذا واجبنا. يعني انا الحين وشاكره دعوتكم ان احنا نفتح في هالمجال باسهاب وهذا واجبنا احنا ايضا. احسنتي الله يسلمك. يعني هو فعلا الاعلام هو الجانب التوعوي اللي ممكن من خلاله الجمهور كله العالم كله الناس كلها تفهم شلون تبدي تقي نفسها وتقي أسرتها وتقي الآخرين وتعطي الكلمة الصحيحة في الوقت الصحيح وتوجه إلى الأفضل إن شاء الله. فإذا ما في مستحيل بالنسبة للحل، هو الأمور كلها تحتاج وعي وعي للمشكلة من خلال توعية صحيحة. يعني شنو هو الديسك، من وين يبدي، شلون يصاب. طبعا هي مراحل، سبع مراحل عشان يصاب في الديسك. أولى سبع مراحل بدايتها تكون من واحنا صغار فعلا. نعم. السلوكيات اللي احنا نتعلمها من خلال البيت حتى كل شيء يعني سبحان الله هو تكوين كامل. نعم. على اساس اللي هي يسمونها اساسيات الصحه العامه. نعم. اساسيات الصحه العامه هي الاولويات في الحياه بحيث ان احنا نشاطاتنا اليوميه تكون صحيحه فبالتالي حياتنا تكون صحيه. طبعا دكتوره اسراء للامانه الحديث معاك لا يمل، المعلومات جدا مفيده وثريه. السبع مراحل نبي نتعرف عليه ان شاء الله الحلقه باذن الله القادمه. شرفتينا ونورتينا وجزاك الله الف خير. شكرا جزيلا. ما قصرت. يا اهلا ومرحبا مشاهدينا الاعزاء. نشكر الدكتوره اسراء عبد العزيز الدعيجي رئيس قسم التوعيه الصحيه والبحوث والمعلومات بمركز الطب الرياضي والتوعيه الصحيه. وننتقل الان الى الفقره الكويتيه. صناعه لقاح من الصناعات المنتشره في الماضي ولم يتبقى منها سوى القليل مما يذكرنا بماضي تلك الصناعات، وتعتبر صناعه تقطير ماء اللقاح من الصناعات القائمه على منتجات نخيل دون دخول أي مادة أخرى في هذه الصناعة الشعبية. نترككم الآن مع هذا التقرير الخاص بماء اللقاح.